مرحبا، توقعتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. أوه، شيء جنوني وغير عادي. لا زال هناك الكثير. كرة راسية، الله على روعة الهدف. يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. من يؤمن في قدراته يستطيع أن يحقق المعجزات. هذه هي كرة القدم، وهذا هو ما حدث اليوم. نجح في الوصول إليها برأسه، كانت اللمسة الأخيرة في منتهى الروعة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، تواجد في المكان المناسب من أجل وضع الكرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. تقدموا في وقت مبكر للغاية من هذه المباراة. موسى ديابي وصلت إليه، يلعبها ببراعة. فعلها وسجل، كرة في الشباك. يمتعون، يتألقون، يسجلون، يضربون بقوة من البداية، وتقدم بهدفين. كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم، يا له من سوء حظ. واضح القوة والشراسة في الهجوم هنا، والإصرار أيضا، تهديد مرمى الفريق الخصم في هذه. يحاول لعب الكرة إلى الأمام. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. متأخر في النتيجة، لكنه يقدم مباراة قوية وقادر على العودة في المباراة بكل تأكيد. يحتسب الحكم ركلة حرة. شلوتربيك، ماركوس ألونزو، محاولة من جهة اليسار، ساول، والآن لديه ماركو رويس إلى خارج المرمى. كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة، لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. بمبدأ الأمان يعود بالكرة، بينية رائعة، فرصة هجوم معاكس. تمركز أهم صفة للمدافع، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. كايل ووكر يستقبلها في وضعية جيدة. هذه ماركو رويس يلعبها في المرمى. جول، انتهت
اللحظة. قام بعمل رائع السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. في المكان الصحيح. رائع جدا في توقع مسار الكرة. يحصل على المساحة. ضربة رأسية. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كولوسيفسكي كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس. إذا كان هنالك مرة قادمة. يمر ويلعب كرة بينية. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. إمكانية تسديد الآن. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يلعب كرة للجانب الأيمن. استلام جميل الكرة. يتفوق في المواجهة البدنية. يحصل على الكرة. كانت انطلاقة مميزة، لكن المدافع كان له رأي آخر. تدخل حاسم في توقيت رائع. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يعيدها إلى الحارس. الآن إمكانية المرتدة. رويس. دفاع غير عاد والتسديد. وانتهى الشوط الأول. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. أمام الفريق المنهزم 45 دقيقة. إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. تسديدة من أول لمسة. تأكيد أنه البعض يشعر بالحزن لضياع هذه الكرة. فالفيردي. ساول. ماركو رويس. غريليتش يلعبها في المساحة. هجمة مرتدة الآن. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. بيانيج. كولوسيفسكي. غريليتش ممتاز في التمرير. فالفيردي يبحث عن المهاجم. ماركوس ألونزو كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس. إذا كان هنالك مرة قادمة. والآن فرصة للتحول الهجوم. أداء دفاعي غير عادي. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. بيانيتش. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. ساول.
وينجح في استعادة الكرة سريعا. إمكانية مرتدة الآن. ألكساندرو باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. مهارة غير عادية، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، تغييرات من الجانبين في محاولة لتغيير الوضع. ربما ليس في هذه المرة. ماركو رويس تزيد، كان فيها مغامرة، لا عجب أنها ضاعت. رافائيل فاران يبعد الكرة عن مناطق. الآن فرصتهم للمرتدة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. الكرة ملعوبة من مسافة. غريليتش، تمريرة جميلة، يشتت الكرة بعيدا، يستعيدها بسرعة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. قراءة ممتازة للكرة، توقع ممتاز هنا. بينية جميلة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كرة رأسية لكنه لم ينجح. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفر عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. يلعبها لمنطقة الخطر. رويس، بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. فرنانديز، كرة طويلة للأمام، يلعب كرة بينية. إليوت، فرنانديز يتدخل ويقطع الكرة، عنده خاصية قراءة اللعب والتحرك لقطع الكرات. تير شتيغن، كرة طولية من الحارس. إلماس، أي دفاع عن هذا؟ الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة. أظن أن عليهم الإقرار بأن المنافس كان في غاية القوة وأنه كان يستحق الفوز. كانت مواجهة فيها ندية كبيرة، كان واضح أن كل فريق درس خصمه بشكل جيد وكان يحاول تقديم كل ما لديه على أرضية هذه المباراة. كانت مواجهة بالفعل مثيرة جدا على أرضية الميدان. شكرا جزيلا لكم على